موعظة نسائية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شهر رمضان شهر العبادة، شهر العبادة شهر القرآن، شهر الطاعات، شهر الخير كله. الله سبحانه وتعالى فضل شهر رمضان على سائر الشهور لثوابه العظيم. فيه الصيام، فيه نزل القرآن، فيه روحانيات ما بلقاهاش في أي شهر تاني. أيوة، الله سبحانه وتعالى هو رب رمضان، رب شوال، رب جميع الشهور، ولكن شهر رمضان ليه قدر عند الله سبحانه وتعالى، فهو شهر الصيام، شهر العبادة. أركز بقى على أن هو شهر العبادة، ما خليش أن شهر رمضان يضيع عليا في المطبخ وفي إعداد الطعام، وأن أنا أتكلم في التليفون، وأن أنا أسلي صيامي في التليفون، وأن أنا أتفرج على المسلسلات. لا، أخليه شهر العبادة ليا ولأسرتي. ما خليش شهر رمضان، يعني أعزم وأعقد النية أن شهر رمضان ما يعديش عليا إلا وإني لازم يكون ليا بصمة في أولادي، ليا بصمة في أولادي في حاجات كتير جدا، من أهمها العبادة. أعرفهم أن شهر رمضان شهر نزل فيه القرآن، الله سبحانه وتعالى نزل القرآن على سيدنا محمد في شهر رمضان، فما ينفعش شهر رمضان يعد عليا وعلى أولادي إلا لازم أعلمهم نقرأ حتى ولو جزء قليل أو جزء بسيط من القرآن الكريم. مش هينفع أن أنا وأنا بعلمهم أحملهم فوق طاقتهم، ما قلوش لازم تقعد تقرأ جزء، ده جميل وحلو ما قلتش حاجة، بس لازم أعلم ابني رويدا رويدا، أعلمه شوية شوية. النهاردة هنقرأ نص صفحة، النهاردة بكرة نقرأ وجه كامل، بعد كده نقرأ ربع، فبالتالي بالتدريج. وده اللي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ان احنا لازم نعلم اولادنا رويدا رويدا. اعلمهم ان شهر رمضان الصحابة وهم صايمين كانوا في غزوات، كانوا بيشاركوا في الغزوات لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، فهو شهر البطولات، شهر الفتوحات. اعلمهم ان الجنة فيها باب يقال له الريان، لا يدخله إلا الصائمون. أحفزهم على كده، نصوم النهاردة علشان شوية شوية نقدر نصوم 6 كمان من شوال. أعودهم إن أنا بعد كده أقدر أصوم 3 أيام القمرية من كل شهر هجري، فيبقى أنا كده عودتهم على العبادة وعلى الاستمرار كمان في العبادة. نتعلم إن بعد كل فطار في اليوم او بعد صلاة كمان التراويح، علشان احنا عارفين ما بقاش في وقت ما بين الفطار وصلاة التراويح، اعلمهم ان بعد صلاة التراويح ان احنا نقعد كده نقرأ شوية في السنة النبوية وفي السيرة العطرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. احفزهم على الاعتكاف اخر شهر رمضان، في 10 اواخر من شهر رمضان، احثهم على كده. ايه المشكلة؟ روح يعتكفوا في المسجد مع والديهم، مع ناس كبيرة، عشان برضو يعلموهم فضائل الاعتكاف. أجهز لهم وجبات بسيطة في كده، أفرحهم، أحفزهم. فده طبعا شيء جميل جدا إن أنا أعلم ابني أو أولادي العبادة وإن هم يستمروا عليها. أحب الأعمال إلا الله سبحانه وتعالى أدومها وإن قل. أبعدهم عن الموبايلات، أبعدهم عن التلفزيونات، أبعدهم عن التلفزيون وإن هم يضيعوا وقتهم في حاجة زي كده. لا، يمسكوا المصحف يقرأوا يتعبدوا، فده شيء جميل جدا. أعاننا الله وإياكم على ذلك وعلى حب الخير وعلى حب العبادة لله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.